يا جود جاهزة يا حجة؟ ربنا يوفقكم يا رب. ازيكم مسامحين؟ ايه معاكم جودي؟ معاكم جودي مين كان وتعال جودي النهارده انا مش جديد بس قبل نبدا بالقصه دي. صباح الخير، صباح النور، صباح العسل، وصباح السباقات وصباح البطولات. بصوا بقى السكر بتاعي ده صحي فطر وفايق وقمر كده زي ما انتوا شايفين، والعسل اللي احنا مغلبينه معانا ده يا عيني ما كانش قادر يقوم النهارده كالعاده، وكان عايز ينام ومش قادره، بس احنا صحيناها لان جيداء واقفه معانا واقفه بطوليه بصراحه. يعني النهارده جودي عندها سباق فراشه اللي هو دولفين، تمام؟ اول مره تروح جمهوريه دولفين، وبالنسبه لها الموضوع جديد جدا، فهي قلقانه شويه. تمام، مش قلقانه ولا حاجه. طبعا احنا الفطار بتاعنا اللي احنا فطرناه كالعاده البطاطس والتفاح والمكسرات، وهنا مجهزين بوكس فيه تفاح وبوكس مكسرات، هنحطهم دلوقتي في الشنطه الجميله بتاعت جيداء دي اللي نفعتنا طول اللي نفعتنا طول البطوله بصراحه. هنقول بسم الله وهنتفائل خير، واول حاجه هنقول لك الف مليون مبروك على الرقم الحلو اللي انت حسنتيه جدا 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 جدا. الف مبروك ليا لان انت لمسه في شكل اكتر من رائع، انت والبنوته اللي جنبك كنتوا ممتازين وسط الايه البنات اللي كانوا معاكم، تمام؟ كنتوا اكتر من رائعين بصراحه. كنت انت وهي ماشيين تحسي اللي هو ايه، يعني مين اللي هيلمس الاول، مين؟ انا اللي هلمس، انا اللي هلمس، انا اللي هلمس. لا والله انتوا الاثنين كنتوا جمال، انا ما اعرفش اسمها ايه بس برضو اكيد هقول لها الف مبروك وهقول لك الف مبروك. انت لمستي، هي لمست، كفايه ان انتوا الاثنين كان شكلكم في الميه اكتر من رائع، وربنا يوفق كل البنات المشتركات في البطوله. اكيد كلهم تعبانين، واكيد كلهم بيحاولوا وبيحسنوا ارقام وبيتعبوا، وانا متفائله خير. يعني انا متفائله خير. بصي يا جودي، اهم حاجه عندي تجيبي رقم كويس علشان يبقى هو ده البدايه اللي نبتدي بقى ايه نشتغل عليها. طبعا حاجات كتير اتحسنت، حركات كتير والتكنيك والحاجات بقى بتاعتكم بتاعت السباحه دي. بصي انا السنه دي او المره دي اول مره اروح الاستاد ابقى قاعده كده، عارفه اللي حاطط في بطنه بطيخه صيفي. أيوة انا فين قشره تفاحه يا جيدتي؟ ومش قلقان، لا دي شوكولاته، ومش قلقان انا المره دي. اتعودت على الاستاد كل مره كنت، لا 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 مش مساله الاستاد، كل مره كنت ببقى حاسه ان في حاجه مش كامله. المره دي انا قاعده ومطمنه وحاسه ان كل حاجه مظبوطه كفايه، وانا قاعده انا وباباكي بنتفرج عليك في التمرين، انت واختك شايفين ان مفيش كلام يتقال. انا حاسه ان البنت دي بتاخدني على قد عقلي، مش عارفه ليه. المهم انت جاهزه؟ جاهزه. يلا بينا، هاتي الاول كده نشيل الحاجات دي هنا. التفاح عماله تعاكس اختها، والمكسرات، واخدين ازازه ميه، ومش هناخد واخدين الموبايلات، مش هناخد حاجه تاني عشان احنا اول يوم اخدنا حاجات كتير وكانت الشنطه تقيله وما استفدناش بها نهائي. يلا بينا. متحمسه جدا. قولوا لهم كلهم يدعوا لجودي، ادعوا لجودي، يلا ادعوا، ادعوا لجودي وادعوا لجايده تصحى. يلا قومي. طيب وصلنا الاستاد. يس، شميت ميه وانا كمان والله شميت ريحه الميه. بره الدنيا شمس، ما عرفناش نصور بره، جينا هنا في حته ظل نصور. نسيت اجيب، تعالوا كده، نسيت اجيب نظاره من كوم النظارات اللي عندي عشان انا ماما ذكيه كويس ان انا افتكرت اجي اساسا. بصوا بقى، متفائله خير، متفائله خير جدا جدا جدا، بقول يا رب اول مره تنزل دولفين في بطوله جمهوريه فهنشجعها ان شاء الله. لا لا انت في الفيديوهات اللي فاتت كنت اقوى من كده، متماسكه اكتر من كده، متنحه ليه؟ لا يلا قول يا رب. هنقول ايه؟ هنقول يا رب بس، بسم الله. خلاص غيرنا، غيرت وجاهزه، واديت لها جرعه ثقه كده. بصي متحمسه. بصي افتكري كل الحاجات اللي الكابتن قالها لك، كويس، اعملي كله في الميه، ماشي؟ ماشي. اهم حاجه الهدف بتاعك توصلي له. حاضر. على قد ما تقدري. نعمل ايه؟ نقول يا رب، نقول يا رب. يلا هاتي بوسه، هاتي بوسه. لا اله الا الله. هفضل واقفه هنا لحد ما اروح مكانك، ماشي؟ ماشي. انت عايزه تصور هنا؟ عايزه تتصوري هنا؟ حاضر تعالي.
خلاص انا كده وصلتها في المكان اللي انا بسيبها فيه كل مره، وطلع المطلع الرهيب اللي بيتعب لي قلبي ده. بس حاسه ان انا خلاص يعني حفظنا مكان كل حاجه وتعودت على كل حاجه. كل اللي بقوله بس يا رب يا رب نروح النهارده فرحانين. تعالوا الاول نجيب الصور بتاعتها اللي اتصورتها، وبعد كده نروح نشوفها وهي بتسخن. يلا بينا. طيب انا جبت لها الصور بتاعتها اللي اتصورتها في السباق اللي فات، وهندخل دلوقتي بقى نشوفها في التسخينه. فين اختك؟ ايه ارجعي لورا مع الكابتن، لسه ما نزلش التسخين. طب انا جبت لها الصور. ماشي جبت لها الصور، يلا روحي لها. الكابتن عايز 20 دقيقة. مش سامعه. 20 دقيقة. حاضر هبعتها لك تشوفيها. يلا باي. ايه تعالي قربي شويه. لا مش قوي كده، مش هتطلعي، تعالي كده شويه. جاهزه يا حاجه؟ جاهزه. الجو ساقع ده جميل. اقفي شويه في الشمس. نزلت التسخينه ولا لسه؟ جبت لك الصور. استني استني، هي دي هي دي. لسه في اتنين تاني. جودي ربنا يوفقك يا جودي، يا رب ربنا يوفقك. هي دلوقتي نزلت التسخينه، بس انا بحاول اشوفها لكم. يلا حبيبه قلبي اهي، ربنا معاها يا رب، ربنا معاها وربنا معهم كلهم ويوفقهم كلهم. يلا يا جودي حلوه قوي، حلو. هي اللي بالبنيه الابيض دي، ربنا معاكي يا قلبي، ربنا معاكي. جودي 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 انا اهو يا جود. جاهزه يا حاجه؟ ربنا يوفقكم يا رب، ربنا يوفقك يا قلبي. بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا يوفقك يا بنتي. بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا يوفقك يا بنتي يا رب. يلا يا جودي، يلا يا جودي، يلا يا جودي، شدي يا جودي، شدي يا جودي، ربنا يوفقك يا رب يا رب يا رب. يلا يا جودي، يلا يا جودي، شدي يا جودي شويه. لا يا رب يا رب. لا شدي يا جودي، شدي يا جودي، شدي يا جودي. بسم الله الرحمن الرحيم. لها يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. رجعت تاني. لا نسلم الاول يا جماعه من ورا التليفون. الحمد لله. جودي برضو لوجي، ربنا يحميهم يا رب، ربنا يحميهم، وان شاء الله بالتوفيق لهم كلهم يا رب، ربنا يوفقهم. انا نزلت المنزل الجميل ده وقاعده مستنياها، استنوا هي جايه اهي. تعالي بقى. ايه الجمال ده والحلاوه دي؟ ايه الشياكه دي؟ ايه ده ايه ده؟ المايو كحلي والبرنس فوشيا والجاكيت بامبا لفيلي. تعالي تعالي هاتي بوسه، هاتي بوسه. عامله ايه يا جايدتي؟ انتي انتي احلى بطله في الدنيا. انت تعالي جنبيها. بصي يا قلبي معاكي رقم حلو، هنبتدي نعمل ايه؟ نشتغل عليه. نشتغل عليه. الكابتن قال لي فرحان قوي. ايوه وقال لك ايه؟ قال لي ما تريحيش خالص. لا مش هنريح، مش هنريح ان شاء الله باذن الله. انت عندك تمرينه بالليل؟ هيغمى عليا. ده انا خدت اسبوع، ما مره الصبح الاستاد ومره بالليل النادي، مره الصبح الاستاد. انا تعبت. انت كده طولت ولا لسه؟ قومي طولي قومي. احلى فانز عالم جودي وجيداه لوجي لوجين 2010 برضو. ربنا يوفقكم يا قلبي. تعالي خد لكم صوره مع بعض. سمعت؟ شفتي بس والله سمعت، والله سمعت. بصي تت دي بقت عامله لجودي روشه في دماغها. خلصنا خلصنا الحمد لله. انا خدت اسبوع، انا عايزه بعده تفرج على الصور. انا خدت اسبوع عايزه بعده مش اقل من اسبوعين اجازه في البيت. والكابتن بيقول لها تعالي بالليل، ركزي معايا مش وقت جمالين. تعالي بالليل،
بالليل مش عايزين نريح يا جماعه. انا مش قادره افتح عيني ونسيت ونسيت النضاره. انا 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 بموت والله العظيم. انا عايزه اجازه الدنيا اجازه. احنا اخذنا اسبوع صبح استاد بالليل تمرين، صبح استاد بالليل تمرين. تعبت تعبت اقسم بالله. بكره راحه ايه؟ بكره اجازه. ايه رايك في الصور؟ اوعى اوعى الصور اللي اتصورتها جميله. بصوا احنا انا بشوف لما بنعدي من حته ظل، اول ما بنخرج حته الشمس انا هي بتقفل كده لوحدها مش بشوف. عايزين نبقى نوريها لهم. احنا هنكمل معاهم في البيت صح؟ صح. طب هاتي ايدك بقى كده مدي عشان نخرج نشوف هنروح. بصوا بقى حصل مواقف كده في المكان بتاع التغيير. اولياء الامور اللي بيتكلموا كده على النوادي، بيتكلموا على الكباتن. معايا كوكو. اللي اكتشفته طول ما انتوا في المكان الصح وشغالين مع ناس بتفهم، انتوا ناجحين. انتوا ناجحين وهيفضل اولادكم هيتقدموا ومستواهم هيعلى وهيبقوا ممتازين طول ما انتوا شغالين مع ناس بتفهم في شغلها. يعني لما تكونوا مع كابتن او مع حد بيفهم في مهنته ده بيريح. فانا هقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ونقول لجودي عدت على خير. البطوله الوحيده او المره الوحيده اللي احنا جينا فيها الاستاد كذا سباق. كنا بنيجي، تعالي كده ارجعي لورا. كنا بنيجي الاستاد كل بطوله هي مره واحده 50. ونقعد نتكلم طب هي ليه مش بتروح مثلا 100؟ ليه مش بتروح دولفين؟ حتى لو مش هتجيب رقم عالي بس تروح تجرب وتنزل. كان كلام كده بيدخل من هنا يخرج من الناحيه الثانيه لحد ما ربنا كرمنا وبقينا في مكان هم اللي بيقولوا لا دي هتدخل كذا وهتعمل كذا وهتعمل كذا. بصوا تشجيع تشجيع. جودي اللي كانت بتعيط، اللي كانت بتترعش، اللي كانت بتخاف، اللي كانت بصوا انا عايزه اقول لكم جودي اساسا وهي ماشيه قدامي عماله تعمل كده وهي رايحه المنطقه بتاعه الاعداد والله العظيم ماشيه كده. انا عايزه اقول لها حبيبتي انت هتنطي في المايه دلوقتي بس انا ما رضيتش اخاف. قلت لها جاهزه يا حاجه؟ تقول لي جاهزه يا حاجه. قفلت التصوير دخلت وقفت جوه خيمه كده هم عاملينها. قعدت ربعت في الارض عماله بص بفرح والله العظيم من كتر ما هي نفسيتها مستريحه ومطمنه. يعني انا حتى تلاقوني مش عارفه تلاقوني انا مش عارفه والله العظيم. المهم انا مبسوطه جدا جدا جدا. عدت على خير. السباقات كلها عدت على خير. فرحتنا في الحره اللي هي السباق اللي فات هو ده اللي فعلا كان الطب بتاع البطوله كلها بالنسبه لي. يعني هي جابت ارقام حلوه في كل السباقات اللي نزلتها بس الطب هو ده بالنسبه لي كان الطب بتاع البطوله كلها. باقي السباقات اللي هي نزلتها جابت فيها ارقام لانها كانت لسه اول مره تنزلها بس ان شاء الله باذن الله يعني ان شاء الله هتتحسن. كلمه اخيره في الاستاد قبل ما نمشي عشان هنقول باي باي وهنجيله شهر 2 ان شاء الله. لا هنجيله الشهر الجاي شهر 12 وبعد كده هنجيله شهر 2. شهر 12 لجايده وشهر 2 لجوزي تاني. طول ما انت شايف ابنك مستريح وفي المكان الصح وشغال صح ده لوحده انجاز، ده لوحده نجاح، ده لوحده بطوله. يعني انت بالنسبه لي اللي انا شفته في البطوله دي انت بالنسبه لي احلى بطله في الدنيا. سلام. يلا بينا يلا بينا عشان الشنطه بقت ضهري. هنجيلك شهر 12 يا استاذ استنانا. هنشوف القصه دي بعدين. الحمد لله على السلامه. جعانين جعانين جعانين. خرجنا من الاستاد. قال لهم خرجنا من الاستاد على ايه؟ بصوا احنا خرجنا من الاستاد. اولا ادي الشنطه وادي الشنطه الثانيه. خرجنا من الاستاد على فتح الله. بصوا بصي بقى علشان ما نطولش عالم الفيديو اكتر من كده. انا بس عايزه اوريهم شكلنا اول ما جينا. طبعا جيداء طيران طيران دخلت تغير. انا عايزه اوريهم شكلي دلوقتي عامل ازاي. استني طب استني استني بصوا انا عايزه اوريكم شكلنا. ايوه بس علي يا بنت اقعد ربنا يبارك لك. في لسعات كهرباء. احنا كده مش محتاجين نشحن الكارت. اللي عايز كهرباء انا موجوده. انا بس عايزه اوريكم شكلنا عامل ازاي. شكلنا مبسوط شكلنا تعبان بس مبسوط. خرجنا من الاستاد قلنا يلا بقى بالمره كده نجيب شويه حاجات. يلا خبطه واحده بقى عشان نطلع نستريح.
النهارده يعتبر كده كان خلاص ايام جودي او السباقات بتاعه جودي في البطوله خلصت. خلصت. هنروح بقى الاستاد ان شاء الله نحيانا ربنا اخر شهر 12 لجيداء براعم. ان شاء الله ما يحصلش فيها تاجيل ولا اي حاجه لان هي حصل فيها تاجيل قبل كده. جودي مش هنلحق برضو ناخد شهر بعديها. شهرين اجازه بس. لا مش هنلحق لان انت شهر وبعد كده بطولتك هتبقى في 2 12 واحد. تمام. فاحنا هنتفائل خير وهنقول ايه. اهدي يا حاجه بطلي هز بتوتر. هنتفائل خير نقول يا رب وهنقول يا رب بس نبطل هز. نتفائل خير وهنقول يا رب. دلوقتي جودي جعان الحمد لله. دلوقتي جودي الحمد لله حطت رجلها على اول السلم الصح. اول سلم بقت عارفه بتجيب كام في الخمسين حره، كام في المية حره، كام في الخمسين دولفين، كام في بصوا عرفت كل ارقامها. يعني كده بقت عارفه ارقامها. الكابتنز اللي معاها ناس الحمد لله ناس كويسين جدا شغالين جدا. المعامله والروح المعنويه اللي بيدوها للسباح او للسباحه ده لوحده ليه عامل مهم جدا 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 واضح. وكل الناس شافت وكل الناس قالت ان جودي فعلا في الشنطه وماتيها ان جودي فعلا حالتها النفسيه بصوا اتغيرت بمراحل بقت في حته تانيه خالص. الحمد لله رب العالمين. عدت على خير الحمد لله. انبسطنا اكتر حاجه فرحتينا بيها اللي هو السباق اللي فات زي ما قلنا. بس انا راضيه انا راضيه الحمد لله رب العالمين بكل حاجه اتصورت في لا هاتي صورتين التالته. لا ماشي ماشي. بصوا بقى اتصورت في الاستاد. انبسطت قوي 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 لان هو مصورها صوره كده جودي طالعه كتافها مترين كده معرضه. والله عايزه اوريكم الصوره. بصوا بصوا الصوره تحسوا كتافها عامله كده. مش عارفه ينفع نوريهم الثانيه ولا لا. وريني صورها دي وهي طالعه من الحمام السباحه الكبير. لا كفايه الاثنين والله حلوين والله حلوين والله حلوين. عارفه شكلك فيها معرض كده تحسوا ان كتافها عامله على فكره كتافها بانت ان كتافها جسمها بان ان كتافها عرضت. لان لما جيت شفت الفيديو بتاعي بالدرس لقيت كتافي نايمه كده وصغننه كتافي ملمومه. هي كتافها في الدرس عامله كده فانا قلت لها خلي بالك يا جودي عشان انت ابتديتي. جودي وقعت بسم الله عشان انت ابتديتي تعرضي من فوق كده كتافها ابتدت تعرض. الحمد لله رب العالمين. كان نفسي اصور لكم كل الايام وكل حاجه بس تعب تعب وارهاق. وكان في ايام بنروح مش شايفين قدامنا. كان في تمرين بالليل بيبقى في تمرين. بصوا بقى نروح مره الصبح الاستاد وبالليل النادي تمرين. الصبح استاد وبالليل لما حسيت ان فعلا مش شايفه قدامي. الصوره عجباني قوي. شكلها سباحه يعني. بقيتي عارفه ارقامك وبقيتي ماشيه في الطريق الصح. وزي ما قلت لكم وهقول لكم تاني ولادكم طول ما ولادكم مع ناس فاهمين في شغلهم ناس متخصصين انتوا بتبقوا مطمنين. وده لوحده نجاح. ده لوحده نجاح. احنا الحمد لله وصلنا للمرحله دي. نقول لهم يا رب يكون الفيديو عجبهم. وعايزين تشجيع لجودي كتير 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 عشان جودي هم شهرين بس هم 11 و12 وهتروح تاني شهر واحد. تمام. عمالين يضحكوا وفطسانين على نفسهم ضحك كده عشان التليفون فصل وانا فاكره شغال وعمالين نتكلم. بعد كده قلت لهم التليفون طالع فاصل. قعدوا يضحكوا كده زي ما انتم شايفين. بصي قبل ما نبدا قبل ما ننسى اهدوا بقى عشان نرتب الكلام. قابلنا النهارده امهات كتير جدا في الاستاد وهم قابلوا فانز وفي ناس اتصورت معانا وفي ناس ما لحقناش نتصور معاهم كنا احنا اللي مستعجلين وفي ناس عيني كانوا داخلين يجروا هم اللي كانوا متاخرين. المهم ان احنا انبسطنا جدا النهارده. لما خرجنا من الاستاد رحنا على فتح الله. قول لهم بقى قابلنا مين. قابلنا ماما قابلنا ماما قمر مدام دينا. يس دينا ولا دنيا؟ لا دينا. مدام دينا بس انا فاكره اسامي اولادها. انا عارفه مامة امل حسام ومحمد حسام. قعدت اقول لهم فكروني بالاسامي. امل على اسم خالته ومحمد على اسم خاله وحسام على اسم بابا فبقى كده هنفتكرهم.
هي قابلناها في فتح الله وسلمت علينا، وكالعاده السؤال اللي دايما بساله لكل مامي بتقابلنا في ايه في القناه نحب تحب نغيره او نخلي بالنا، قالت لنا لا القناه حلوه وكل حاجه تمام، وهي نفسها اللي بتتابعني، ده غير ان برضو اولادها بيتابعونا. فانا بشكرك وبشكر في حد تاني سلم. مين اللي جيت صورت معاكوا جوه فتح الله؟ رقيه ومامه رقيه، دول الناس اللي قابلونا في فتح الله. وبشكر كل الناس اللي قابلونا في الاستاد وسلموا عليا، يعني الناس اللي شافوني في المدرجات وقالوا لي سلموا لي على جودي وزايده بيسلموا عليكم. الحمد لله. عايزين بقى تشجيع كتير 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 عشان لسه البطولات جايه كتير باذن الله باذن الله. طول ما احنا معانا ربنا الحمد لله رب العالمين، مفيش احسن من ربنا. يلا قول لهم باي. لا عجبكم الفيديو تعملوا لايك شير وسبسكرايب، فاو جرس عشان توصلكم كل فيديوهاتنا. باي باي.